بالتأكيد أن هذا التقرير لم يصل إلى النيابة العامة المالية بعد. نعم. إذا وجد جرم جزائي، إذا ما في جرم جزائي ما أنه مضطر يحيي. طيب المدة اللي لازم يطلع عنده لثلاث أسابيع صار له بالقانون، ثلاث أسابيع بحق له بدون ما يطلع حدا عليه؟ ما في نص يلزم وزير المال بمهلة محددة كي يقوم بهذا الإشراف، ما في ولا مهلة عنده. هيدا بالقانون ما في ولا مهلة. بالقانون ما في مهلة. لما طرح الموضوع على المؤسسات الدولية عداك، أنا بركز دائما إنه في عنا أجهزة، يعني مؤسسات بهالدولة يجب أن تعمل، ووقت تعمل وأثرت منقول يا عمي أثرت، لكن بالأساس لم يعرض هذا الأمر على أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. رحنا تخانقنا وتنزعنا على أي شركة أجنبية بس تجي تدقق بحسابات مصرف لبنان، وقبضت ما قبضت يعني. شو لك كنا نحن هون لأنه بلش، وما هو في مثل بيقول الكنيسة القريبة ما بتشفي. نحن كنا بالوقت بهذا الموضوع، مش موضوع أنه محاسبة، موضوع أنه تدقيق بالحسابات، وبعد الديوان المحاسبة عم بيقوم بواجباته وبيشغله على أكمل واجب على المجال. التدقيق الجنائي بدأ بحسابات مصرف لبنان، يعني بدأنا مع مصرف لبنان، ولكن البدء مع مصرف لبنان هو تمهيد لإطلاق التدقيق الجنائي داخل الإدارات العامة والوزارات، بس بلشنا من مطرح لنكمش طرف الخيط. نحن من دعاة سيادة القانون، هذا أول مبدأ لكل مدير مؤهل لمكافحة الفساد هو سيادة القانون، ولكن بالتكافؤ. يعني ما بيقدر واحد ما بيتبلغ، ما بيحضر إذا بيطلب منه القضاء، ما بيساعد التحقيق مثل تحقيق الانفجار، ما بده يعمل ولا شيء من واجباته تجاه القضاء، بس هو إذا حدا زعجه بده القضاء وبده الأجر. فيما يتعلق بالهبات أو المساعدات أو المشاريع يلي كانت تجي للبنان مثل مؤتمرات باريس 1-2-3-4 و4 يلي ما وصلنا صادر ل 11 مليار دولار، شو قصة المجتمع الدولي مع لبنان؟ المجتمع الدولي عمل كتير إبر مورفين لتأجيل هبوط أو انهيار الاقتصادي بلبنان، بس بالمقابل شو عملت الطبقة السياسية بلبنان؟ كل شيء عملته هي أنها تحاصصت، احتالت على المجتمع الدولي، سرقت أموال الهبات، وأنت اليوم أفقر دولة بالعالم، أعلى مستوى كآبة لشعب بالعالم، بالوقت يلي عندك أغنى وأسرى أثرياء العالم من أعضاء الطبقة السياسية. يجدر بوزير المال أن يخرج على الشعب اللبناني، على عموم شعب اللبناني، وأن يبدي أن يدلي بدلوه، يشرح لنا ليه أخذ مسودة وهو يجب أن ياخد تقرير مبدئي، وليش نحن مقتنعين أنه ناخد تقرير متأخر كان يجب أن يصدر بثلاث أشهر من 2021، يعني بنهاية العام 2021 صرنا بنص 2023 وبعدنا بنحكي بمسودة. هدف السلطة اللبنانية اليوم طمس الجرائم المالية لأنه هي المرتكبتها، حماية كبار المجرمين لأنه هن وحواشيهم، منع المحاكمة عن أي شخص ممكن أن يكون متورط، إذا حدا لاحقوا القضاء تأمين سياسة الإفلات من العقاب. نحن اليوم أمام تحدي مع هالسلطة، نحن معنا قوة الحق وهن معن قوة الباطل، والمجتمع الدولي صار مراقب ومتيقن من فساد السلطة السياسية بلبنان، وهذا الكلام عم تعكسه المؤتمرات الدولية وطريقة التعاطي مع السياسيين اللبنانيين حتى بالأعلام الخارجي بطبيعة الحال.